ماذا بيا الرأي الإعلامي عبد المحيط يعطي الحقائق الموجودة في البلاد، ملا يجي مع طرف هذا ولا طرف الآخر. صراحة ما نتبعش ياسر الإعلام في تونس، خاطر ماهوش حس ما زلنا ما وصلناش للمستوى معين. كيف خاطر واحد إذا كان يشوف الإعلام برا فرنسا، خاصة فرنسا، يحس إن ثما فرق كبير ياسر، ما عادش ينجم يتبعها. الإعلام التونسي حاليا لا يمس بالواقع بشيء، أصبح إعلام موجه لأحزاب سياسية ولأغراض سياسية، ربما هو يتهرب من ضريبة 23 سنة التالي، والله أعلم باش ما نظلمهمش، لكن في الإعلام يلزمه ثورة جديدة كما عمل الشعب التونسي ثورته. La révolution, je lis davantage la presse parce qu'elle m'intéresse beaucoup plus. Avant c'était du vide, maintenant il y a des articles de fond. Il y a la jeunesse qui s'exprime, on le sent très bien. Et voilà, je suis une lectrice de la presse, en français bien sûr. اللي وقع الإعلام في تونس بعد الثورة معنا ما ارتقاش المستوى الطموحات وأمال المواطنين ومتابعي الإعلام بصفة عام. إعلام قبل الثورة بعد ما كان يرضح تحت معناها السلطة، إعلام السلطة، ولا تو في الوقت اللي استنى فيه الناس بعد الثورة باش يتحدث الإعلام باش تكون أكثر معناها حرفية وأكثر واحد، نفاجأ أنا قاعد كيف ما هو. الإعلام التلفزي والإذاعي في شق واحد، لا يقول الحقيقة الكاملة.